مرحبا بكم أصدقائي مع ترجمة إعلان مسلسل الأسيرة. وفي بداية الإعلان كما نشاهد الطفلة صحراء كانت سعيدة جدا لأنها رأت أورهون في حلمها وكانت تنظر إليه وهي تشير له، ثم ألقى لها هو كذلك التحية. أورهون سيحاول اللعب مع صحراء بالرمل، وبينما هو وصحراء سوف تقول له أنا رأيتك بالأمس في حلمي، وأورهون كان يقول لها كيف رأيتني. وبعدها شاهدنا على أن زيرين سوف تكتشف على أن الطفلة صحراء هي ابنة أورهون، وكانت تنظر إليهم من بعيد وقالت هذه الفتاة هي ابنة أورهون. وكانت سعيدة الطفلة الصحراء بكل تلك الأشياء التي قدمها لها أورهون حتى تكون سعيدة، وهو يلعب معها بالرمل وصنع لها هرم من الرمل. وقالت له صحراء هل كل هؤلاء من أجلي؟ وقال لها نعم كل هؤلاء الأشياء من أجلك. وبعد ذلك شاهدنا صحراء تقول أصبح جميلا جدا، كانت سعيدة جدا. وبعدها أتت هيرا كانت غاضبة وقالت له ابتعد عني وعن ابنتي، إذا فعلت عكس ذلك فأي خطوة تخطيها سوف أهدمها مثل هذه القلعة. وبعدها سوف تأتي دفنة إلى القصر لكي تتحدث مع أورهون. وبعدها كانت تقول تفكيرك في كل الاحتمالات والتجهيزات للمستشفى وإلغاء اجتماعاتك لمدة 3 أشهر إنها تخص أورهون ديميرهالي فقط. وهو قال لها أهم شيء عندي هو أن تكون هي بخير. وكانت هيرا في هذه اللحظات تصرخ السمع. وبعدها شاهدنا على أن عزيز اقتحم غرفة أليف وشاهد بأنها بدون حجاب. وكان هذا هو الإعلان. فضلا منكم لا تبخلوا علي بلايك وانتظروا ترجمة الحلقة.